التسامح ببساطة هي مسامحة الذات، لأن الاستياء الذي قد تكنه للغير أو عدم التسامح أو الضغينة أو الاستياء، كل هذه الأفكار والطاقات تتكون بداخلك أنت. حتى لو أساء أحدهم، لا تزال تحتفظ بهذه الأفكار والطاقات بداخلك. هذه الأفكار تؤثر على نفسك وعلى عقلك الظاهر أو الباطن، أي بداخلك أنت، فتؤثر عليك بطريقة ما، لا سيما الصحية. إذن عندما تبدأ بالتسامح مع الأشخاص الآخرين وتسامح نفسك وتتخلص من طاقة الضغينة أو الاستياء أو الكره، تتخلص من عدم المسامحة، وبالتالي تتسامح مع نفسك الداخلية. هذا لا يبرر للشخص الآخر مهما فعل أو ما كان سيفعله، الأمر لا يعنيهم، بل يعنيك أنت وحدك، وتتخلص من ذلك الحكم الداخلي. التسامح في علم الطاقة هو بوابة التخلص من الأفكار الغير إيجابية، وتتيقن أن الحياة تسير من أجلك وليست تسير ضدك، وتشفي نفسك. اسمحوا لي أن أخذكم في رحلة داخلية لكي نفك قيدنا من عدم المسامحة. أهلا بكم في تأمل. الآن ابحث عن مكان مريح، وضع سماعات ستيريو للاستفادة من الموجات الصوتية المساحبة لهذا التأمل. اجلس أو تمدد بطريقة مريحة، حاول أن تكون ما بين الصحو والنوم المريح. وإذا نمت، فعقلك الباطن سيقوم بالإنصات والاستفادة. لنبدأ الآن. لا تنسون الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وللاستمتاع بجودة عالية أرجو الاشتراك في البودكاست. لنبدأ. وأنت تهبط إلى استرخاء وارتياح أعمق وأعمق، فلا يهم إذا كنت في بعض الأحيان تجد عقلك يرتاح بعيداً نحو بعض الأفكار الأخرى، وذلك لأن عقلك الباطن سيواصل الإنصات والاستمتاع بشعور متزايد من السلام والوئام والسكينة الذي يتزايد الآن بداخلك، وأنت تعرف هذه المشاعر الرائعة التي تمتلكها عندما تتأمل، وكيف أنك أحياناً تتمنى ولو أن تترك في حالة لتغفو، وأنت مرتاح للغاية. اسمح لنفسك أن تتخيل معي أنك على شاطئ مشمس جميل، وأنت منغمس في هذه الحالة متثائباً قليلاً، وتريد فقط أن تبقى في مكانك. بعد لحظات سأقوم بالعد ببطء وبالعكس من 10 إلى 0، وعندما أفعل ذلك ستجد أنك تشعر باسترخاء أعمق وأعمق مع كل رقم أقوله، حتى ينتابك نفس الشعور المليء بالراحة، وستشعر بالاسترخاء العميق مرة ثانية الآن من 10. اشعر بنفسك وأنت مستعد للاسترخاء. 9. انغمس أعمق وأعمق. 8. تقوم باسترخاء أعمق وأعمق. 7. خذ نفسا عميقا وهادئا. 6. بعمق أكثر وأكثر. 5. في منتصف الطريق نحو الاسترخاء التام. 4. وهذا الشعور الرائع والمريح
يأتيك الآن من ثلاثة، اثنان، اقتربت من الوصول الآن، واحد، صفر. أريدك أن تسمح لمخيلتك الآن أنك تنظر إلى الأعلى نحو سماء ليلية جميلة، وأنك تستطيع رؤية نجم من بعيد جداً. يمكنك رؤية نجم فضي جميل يتلألأ وسط سماء ليلية سوداء ومخملية، وأن هذا النجم يبعد كثيراً جداً عنك. ركز بصرك بالكامل على هذا النجم الفضي الوحيد، وكلما ركزت ببصرك على هذا النجم الفضي تلاحظ أنه بدأ يتلألأ، وأنك تصبح أكثر وأكثر استرخاءً وأكثر سلاماً وأكثر هدوءاً داخلياً. الآن تخيل نفسك وأنت خارج من جسدك، وتشعر بأنه يتم سحبك نحو هذا النجم، وتبدأ بالذهاب نحو نجمك من خلال المكان والزمان، عبر الغلاف الجوي، مروراً بالمذنبات والكواكب كلها، لتدخل إلى مجرة مختلفة، وتهبط أعمق وأعمق نحو نجمك. وكلما اقتربت أكثر من نجمك، كلما أصبح أكبر حجماً وأكثر سطوعاً، وكلما أصبح أكبر حجماً وأكثر سطوعاً، كلما شعرت براحة واسترخاء أكثر، وذلك حتى تجد نفسك هناك أمامك مباشرة الآن. هذا النجم الفضي الوحيد، وأنت الآن فوق نجمك، وأنت داخل نجمك والنجم بداخلك، فأنت النجم هناك تسطع على الأرض في الأسفل، وذلك على بعد ملايين وملايين من الأميال، وتنغمس بشكل أعمق أكثر وأكثر في استراحة نومك اللطيفة، وتجد أن هناك سلم جميل داخل نجمك به مئات من الدرج تؤدي إلى مكان رائع، فتبدأ بالنزول وكأنك تطفو تقريباً نحو الأسفل، حتى أن قدميك لا تلامس الدرج، ويمكنك رؤية أن كل خطوة تعني لك استرخاء أعمق، وكلما تطفو نحو الأسفل تشعر براحة أكثر وأكثر، بل باسترخاء وارتياح أكثر، منفصلاً عن العالم. إنه شعور مريح جداً. وكلما وصلت الاستماع إلى نبرة صوتي، تشعر بنفسك وأنت أكثر استعداداً للنوم المريح والانغماس بشكل أعمق وأعمق نحو التأمل. قد تشعر تقريباً وكأنك تنغمس في حالة مريحة من التأمل. أنت الآن مسترخ بعمق، والاقتراحات التي تسمعها سوف يكون لها تأثير فوري ودائم على عقلك الباطن،
حتى وأن وجدت ذهنك يرتاح بعيداً في بعض الأحيان، وذلك لأنه الآن لا شيء آخر يهمك، لا شيء سوى هذا الشعور الرائع من الاسترخاء الذي يتملكك. قد يساورك القلق أو التفكير الزائد إزاء المسامحة، وسواء كان ذلك مسامحة نفسك أو للآخرين فهذا حقا لا يهم الآن، لأنه في هذه اللحظة لا تبالي بأي شيء إطلاقا. فلا أحد يريد منك شيئا، ولا أحد يحتاجك الآن، ولا يوجد لديك أي شيء على الإطلاق لتفعله ما عدا أن تهبط إلى استرخاء أعمق. استمتع بالمشاعر التي تنساب من داخلك، وخلال هذا التأمل سوف أطلب منك أن تسمح لمخيلتك الخلاقة أن تتخيل، وسوف تجد أنه عندما تبدأ هذه الصور بالتكون في عقلك سوف تغوص بشكل أعمق حتى في هذه الحالة من التأمل، وسوف تشعر أنك موجود حقا هناك في هذا الموقف في مخيلتك، وأن كل شيء أقترحه يبدأ بالفعل في الحدوث أمامك، وحتى كلما زارتك مشاعر معينة سوف تصبح حية وواضحة وحقيقية في عالمك الداخلي، وسوف يصبح هذا الواقع الجديد حقيقة لك، وذلك لأنه حان الوقت للتخلي من تلك الظروف الغير جيدة والانتقال إلى وجود أكثر سعادة وإشباعا. صوتي يسري معك الآن، أريدك أن تذهب إلى مكان جميل يبعد مئات الآلاف من الأميال عن مكانك الذي أنت فيه الآن، مكان تكون فيه وحيدا تماما بمفردك بكل أريحية، في هذا النجم مع أفكارك الخاصة ومشاعرك الخاصة وإحساسك بوحدة مع هذا الكون الفسيح. في نفس الوقت أريدك أن تعرف أنك لن تكون أبدا وحيدا بشكل كامل، لأنه ستستمع إلى صوتي طوال الوقت يسري معك الآن ليرشدك نحو واقع جديد تغيره باختيارك. جاوبني من أعماق قلبك، هل تريد ذلك؟ سوف أعيد لك السؤال، هل تريد ذلك؟ إذا قال قلبك نعم فإني أطلب منك الآن أن تثق فقط بما يحمله صوتي من كلمات، واسمح لصوتي أن يأخذك بشكل أعمق أكثر وأكثر نحو شعور مريح وأنت تتأمل. أود أن أقترح بداية أن تخلق يوما رائعا في مخيلتك، تخيله كيوم ربيع رائع وجميل مع سماء زرقاء وصافية وأمامك شاطئ رملي مريح. انظر إلى الرمال الذهبية التي تبدو أنها تمتد إلى ما لا نهاية، إلى يسارك وإلى يمينك، وأمامك مباشرة يوجد المحيط الفسيح والكبير جدا، وتلك الأمواج الانسيابية المسترخية ذات اللون المثالي وهو اللون الأزرق وقليلا من رغوة بيضاء، مع انعكاس ملايين من الأضواء البراقة لضوء الشمس الساطع بين الغيوم. هذه الأضواء ترقص وتتمايل بعيدا جدا، وأنت مسترخ بسلام تام في هذه الجنة الداخلية التي تراها، ومسترخ بشكل كامل مع وجود قوى الحياة من حولك. استمتع بملمس الرمال الدافئة
والناعمة تحت قدميك العاريتين، وبالقرب منك إذا كنت قد لاحظت يوجد حمام سباحة صخري صغير مع أصداف بحرية ذات شكل جميل متعددة الألوان. توجد مجموعة من الأعشاب المترامية في كل مكان، وقطعة رقيقة من الأخشاب الطافية على الشاطئ التي قد طفت بطريقة ما. وأنت تتجول نحو الصخور لتجد مكان مريح للجلوس عليه وللتأمل. وفحص هذه الكنوز التي قد غسلها المحيط بعمق أكثر، وفقط بعد فترة وجيزة تمد يديك وتلتقط قطعة الخشب المجروف. تقوم برسم دائرة على الرمال من حولك، افعل ذلك في مخيلتك وعقلك الآن. قد تكون الدائرة بأي حجم أنت تريده، وأنت موجود في مركز ووسط الدائرة. الآن هذه الدائرة تمثل دائرة جميع من حولك من الناس، وجميع التجارب التي قد مررت بها خلال حياتك. وداخل هذه الدائرة أريدك أن تضع جميع من تسببوا بأذى لك بأي طريقة، ويمكنك فعل ذلك بعصاك الآن عن طريق رسم رموز مثلا على الرمال تفهمها أنت وحدك. ويمكن للرموز أن تكون مختلفة لكل شخص أو فعل أو تجربة. يمكن لرموزك أن تتألف من أحرف، أرقام، رسومات صغيرة لتمثل كل تجربة غير إيجابية مررت بها في حياتك، أو يمكن أن تكون دوائر صغيرة بكل بساطة. افعل ما يحلو لك، لأن هذه الدائرة وهذه الرموز التي تمثل هؤلاء الناس أو الأحداث أو الأفعال أو تجارب خاصة وشخصية لك، أو أي شخص كان قد ظلمك بأي طريقة، ربما من خلال أفعالهم أو قولهم أو ما اقترفوا. ولا يهم حجم ما فعلوه أو ما هو السبب، فقط افعل ذلك الآن، إنما أنا سأظل هادئا للحظة. ممتاز، الآن أريدك أن ترسم رموز لتمثل أي سوء فهم كنت قد حكمت به على أي شخص أو أي شيء على الإطلاق، أو أي سوء فهم اقترفوه بحقك. والآن داخل الدائرة يمكنك وضع رموز لتمثل أي شخص أو أي أحداث تشعر أنها كانت مسؤولة عن التسبب لك بالانزعاج أو الاغتياب في الماضي القريب أو البعيد، أي استياء، أي كراهية أو أي خوف أو أي مشاعر أو تجارب غير إيجابية أخرى. سوف يتم تمثيلهم جميعا هنا في هذه الدائرة التي هي دائرة حياتك من خلال هذه الرموز. الآن سوف أكون هادئا مرة أخرى لبضعة دقائق للسماح لك بتحديد كل شخص من جميع المشاعر الغير مرغوب فيها والتي قد نشأت داخلك من خلال الآخرين أو الأحداث أو تجارب أخرى أو أي شيء آخر في حياتك. قم برسمها الآن. Thank you.
ممتاز جدا. والآن تحتوي دائرتك على رموز لتمثل كل تلك السلبيات، ويمكنك بالطبع العودة إلى هذا المكان وقت ما تشاء، وذلك إذا صادفك آخرون ينبغي ويتعين عليك وضعهم في دائرة حياة أخرى. والآن أريدك أن تؤكد في عقلك الباطن ما أقوله. كل الأشخاص والتجارب والأحداث والأفعال وأي شيء آخر قد أساء لي، فأنا أسامحه من الآن، أعفو عنه كلا من الداخل والخارج. أسامح كل شيء، كل الناس من الماضي والحاضر المستقبل. أسامحهم جميعا. أنا حر وهم أحرار أيضا. كل هذه السلبيات تم محوها بالكامل بيننا الآن وإلى الأبد. والأهم من ذلك كله أني أسامح نفسي لتوريط أي من هذه الأشياء. أسامح بشكل كامل وغير مشروط الآن. إنني حر للغاية من الآن فصاعدا. أجزم بأنه لا يمكن لأحد أن يتجنب التعرض إلي بكل التأثيرات الغير إيجابية، وأنه ما يزال جزءا من الإطار المستمر للحياة، لكنه يمكنني أن أتجنب امتصاص طاقاتهم، أعزلها بالكامل، أو أخذ هذه الأمور على محمل الجد. أنت حر الآن. لقد سامحت كل شيء في الماضي، والحاضر أيضا يحتاج إلى المسامحة، والمستقبل لا أتقبلها، أرفضها تماما. والجميل في هذا كله أنه في هذا الوقت تمت مسامحتك من كل شيء. حان وقتك أن تقف لكي تخرج من دائرة حياتك، وأن تبدأ دائرة جديدة من الحياة أكثر سعادة لك ولرفاقك الذين يشاركونك رحلتك الشاملة للحياة. لقد سامحتهم كلهم، والأهم من ذلك أنك سامحت نفسك. لذلك دعنا نسير الآن بعيدا عن الدائرة الآن، لأن التيار قادم ويقترب أكثر وأكثر. وعندما تترك الشاطئ أعتقد أنك سوف ترى موجة كبيرة تغسل هذه الدائرة وتمحو كل تلك الرموز السلبية من حياتك إلى الأبد. وفجأة يصبح ضوء الشمس ساطعا جدا ورائعا للغاية، لدرجة أن المشهد بالكامل يضاء أمامك، ويمكنك الشعور بكل الطاقات الشافية من الكون تدخل إلى وعيك الكوني، ويغمرك الحب من ضوء الشمس. إنك حر، وهو شعور رائع جدا. وفي وقتك الخاص عندما تكون مستعدا، أريدك أن تعود إلى الإدراك الواعي الكامل،
وسوف أقوم بالعد ببطء من 1 إلى 5، وعند العد برقم 5 وتأخذ معك تحسب قدوم الأمور الأكثر إشراقاً وسعادة. الآن من 1، 2، 3، تعود ببطء. 4، الجفون تبدأ أن ترفف. 5، العيون مفتوحة، مستيقظ تماماً، والعقل والجسد يعودان إلى الإدراك الواعي. أهلاً بك من جديد.